السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي في هذا التمرين حول مبرهنة طاليس. إذا نبدأ بقراءة معطيات التمرين. لاحظ الشكل الجانبي، عندنا واحد الشكل هندسي، عندنا مجموعة من المعطيات، عندنا ان توازي بي سي، عطينا القياس ديال القطعة ا بي ثم كذلك بي سي ثم AC. في السؤال احسب AN و MN، اذا علمت ان AM اعطينا كذلك القطعة AM، اذا علمت ان AN تساوي 3 ديال سنتيمتر. اذا في الشكل الهندسي عندنا مستقيمين متوازيان وعندنا القياس ديال مجموعة من القطع. اذا هنا واضح باننا غنستعملوا مبرهنة طاليس المباشرة. نعتبر المثلث، اذا هنا يمكن لي نعتبر المثلث ABC ولا ANM بحال بحال. اذا نعتبر المثلث ABC. اذا الانتماء لدينا M تنتمي الى المستقيم AB و N تنتمي الى المستقيم AC، وعندنا كذلك التوازي، لدينا MN توازي المستقيم BC. إذن شروط المبرهنة هي هذه. إذن حسب مبرهنة طاليس المباشرة ماذا لدينا؟ لدينا تساوي. إذن كنبداو دائما بنقطة التقاطع، إذن اللي هي في الحالة A. إذن A M على A B تساوي A N على A C تساوي M N على B C. هنا خصني ديما ننتبه للترتيب. إذا بدينا ب M في هذا المستقيم، هذا بدينا النسبة ب A M A M على A B. إذا خصني هنا نبدأ ب A N، يعني كنشتغل على نفس، يعني في نفس الترتيب. إذا درنا A M B، إذا خصنا ندير A N B. إذا دابا غادي نديرو التعويض. إذا A M تساوي 3 نعوضها بالقيمة ديالها، A B تساوي 9، A N تساوي A N مكان هي اللي سنقلب عليها، A C 12، M N نقلبوا عليها، و بي سي تساوي 6. اذا هنا غادي نحاولوا. اذا في A N غنستعمل هذا الجزء من هذه المتساويات. اذا A N على 12 تساوي 3 على 9. اذا هذه النتيجه، اذا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني 9 في A N تساوي 12 مضروبة في 3. إذا AN تساوي، هنا يمكن لي نخلي الجداء ما نحسبوش لأن عندنا واحد الاختزال. إذا 9 راه نورمال هي 3 مضروبة في 3، إذا كنختزلو بالعدد 3، كيبقى لي 12 على 3 اللي هي عدد 4. وبالنسبة ل MN غنستعملو MN على 6 تساوي 3 على 9. إذا نفس العملية، 9 مضروبة في MN تساوي 3 مضروبة في 6. إذا MN تساوي 3 مضروبة في 6 على 9، و 9 هي 3 في 3. إذا 3 بشات، إذا 6 على 3 كيبقى لنا هي العدد 2. إذا MN تساوي 2 سنتيمتر، وهنا كذلك 4 سنتيمتر. إذا هنا ما يكون عطينا الوحدات القياس نستعملوها، إذا كانوا معطينيش كنستعمل العدد بدون وحدات قياس. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. نفترض أن سي أو تساوي 8، إذا عطينا القياس ديال القطعة سي أو، و سي أف تساوي 4. إذا سي أف بين أن أو أف توازي
إذن بين أن المستقيم EF يوازي المستقيم AB. إذن هنا غنستعملو مبرهنات طاليس العكسية. إذن غادي نحاولو نديرو شروط المبرهنة. إذن غنشتغلو في واحد المثلث، إذن نعتبر المثلث ABC لأنه هو اللي فيه المستقيمان المتوازيان. إذن أول حاجة غنشوف النسب واش متساوية أو لا لا. إذا النسب شنو هي؟ هي النسبة CE على CA، والنسبة CF على CB. نمشي في نفس الترتيب، CFB CEA. إذا CE على CB، CE تساوي 8 و CA تساوي 12. إذا كنختصرو بالعدد 4، إذا تيبقى لنا 2 على 3. CF تساوي 4 و CB تساوي 6. إذا كنختصرو بعدد 2 في البسط المقام، كيبقى لنا 2 على 3. إذا لقينا بأن CE على CA تساوي CF على CB. إذن هذا شرط مهم من شروط مبرهنة طاليس العكسية. ندوزو لباقي الشروط. إذن الشرط الأول هو الشرط الموالي هو الانتماء. لدينا E تنتمي إلى المستقيم AC، وكذلك F تنتمي إلى المستقيم BC، وعندنا الشرط كذلك الموالي هو ديال الترتيب. ولدينا سي و اف و بي في نفس الترتيب، سي و او و ا. اذن حسب مبرهنة طاليس العكسية، المستقيم او اف يوازي المستقيم ا بي.